بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في كتابه اللؤلؤ أو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. درسين كن درسي جهيسو كانوا يني تعليقين كانوا دراسينو كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان. وانو جيني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال: وان لا يتقدمن دور دبر احدكم تكوتشيك هيساني رمضان جي رمضان بصوم يوم قويا صومسا او يومين يوكان قويا لا الا ان يكون نجر اثملي رجل نمشي كان يصوم كصوم تي صومه صومسا فليصوم صوموتي ذلك اليوم ويسن صوم النبي عليه الصلاة والسلام. وانو رغدوبن جي رمضان دورت صوم دن ديني ويتو كيكون ويلم وانو غدمن اك صوم دن ديني خاصة ويا يوم الشك يدن ك ويا سود دوميسو كجي شعبانة كسببتي دوميساتي في جين أرجين كدوب شك هانجر سود دوميسو مو سود دوميسو شعبانة ما توكيسو رمضاناتي سلا رغا دوبن. طيب، نبي وان عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. لا يتقدمن نهي الذي النبي عليه الصلاة والسلام رمضان قيته كان قيا لم درت صومنا. نهي النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام إن دوتونني حرام نبي غرسيفتمو كراها غرسيفت قالوا لي انتوا الخلافتي قالوا لين قالوا النهي للتحريم لو النبي دكتورني عليه الصلاه والسلام انا غير سيفتو اك صومي قيا لم يكن قيا تو رمضان دور صومني اني حرامه قالوا لين قالوا لوانتو يو يوتي مكروه. طيب، وري حرام له وانتو الاصل في النهي التحريم الا بقرينه صارفه السلكيني وجا شرعيني سلامه ربي قدام سبحانه وتعالى اني ودوي كاني وديده لو كان النبي نساء عليه الصلاه والسلام اني ودوي وديده حقسين حرام اگر سيف كما هو مقرر في اصول الفقه يو قرينان جرتي اگر سيفتي رغور سيت مالي اكسيفو صوم دن دانت حرام خالو لي مكروه توانتو قرينان جرا تا اگر سيفتك اني مكروه مان الناني نبي عليه الصلاة والسلام وان اني وقولاتي نم عادة صوم تقى الصوم خب نبي عليه الصلاة والسلام وصوم وين قرينة سنتي تحريم الرا ديبسة كراها ديبسايت يعني نمي دوري آدة خب كا الصوم صوم من ذاك نبي نتيم عليه الصلاة والسلام كسيفو لا يتقدم أن نهي سنني مكروهات يونس إلى تحريم تيه أكد كل يوم صوم من ذنده يعني مثلا قوية عيدي لماني صوم من ذنده حتى نمي كوايدا دري صوم اللي مثلا يوم عيدي سنين قجيلة صوم من ذنده يوم خميسة قجيلة صوم من ذنده حتى يوم صوم واجبة صوم فرو صوم من ذنده وهكذا يوم كسي يجي نبيين عليه الصلاة والسلام إني نمي عادة صوم خب صوم من ذنده نهي سوى نغر سيف تتياك إني كراها الله أعلم.
طيب نبي إيمان عليه الصلاة والسلام بصوم يوم أو يومين قويتك لكم قوية لمن دراتي صومنا قوية سديفة فرو قوية سديفة فرو صومون دان دان حديثي أكاسا قرسيس قالوا لي لنا كاسيت يعني وان قوية لمن رجرا صومون دان دانت ورغري وانتو غرغري فونت قوية قوف لما صوم درات صومون دان داني حرامت لكن سديفة فوري صومون دنداني أمو مكروها خلاف الأولى قال لشيراني الروياني من الشافعية تكسي أكسم قالوا لين بيوانتو ويكو لني جهيسو كشعبانا إيغي غياني صومو يندانت بكا جي صومة للتت مان النان حديث الجرة حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن نبي جوان عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يجي شعبان إني ولك غي نسوم من النبي عليه الصلاة والسلام حديث سنن ديدت ويقرن جهيسو بك رمضان لا تتي أكسوم دنديل جمهور تين علماء إسلام وانتو صومون دندانت قوية لمان يوخان قوية توق يوخان قوية لمالي طيب ما انت سني دليل واني توانينو دليلا حديث تلوك دليل فت واني كيجرى حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين عائشة واني النبي عليه الصلاة والسلام أكن نجي شعبان صومو تكسدي بي إسجدي بي صومي نغرد جي إني كامل صوم اللي يو رمضان كيسابات سنين نغرد شعبان ملي رواية بي كيسوان تو كان يصوم شعبان إلا قليلا وان دقو ملي شعبان صومات مسلمة اللي نكست رضي الله عنها يو كسي نبيين عليه السلام جي شعبان زي صوم رواية النبي وانتو عايشاني جلم كولتان كنبيين سومي نغررتنين عليه الصلاة والسلام إلا شعبان في رمضان ملي حديث سامة بن زيد رضي الله عنه عند النساء وغيره نبي قافت عليه الصلاة والسلام تكسي نغررين قد شعبان سومتو جيات سومت جيات جي شعبان رسومت سي نغرر ماني لين إن النبي وان عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان جي سنني جي نبي دوغي فلي ساتي في خير كي ساتي بركة ساي رغافلين مان النان جي لم قرقود دي دجر رجبي رمضان أما اللي جي سن كيزا عمل قربوت ربي تلفونا للنبي عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم كسي فوانا يا لادين أنا صوم خبو أك عملك ربي قد داقيسا سبحانه وتعالى أحد يستيسون تشوف دليل فت أك نبيين عليه السلام بشعبانا زي الصوم في حديث كين كان نبيين عليه السلام قويتو قيوخان قوية لم تشالله ديد مالي قوية لي كان شوفا أك صوم دان دين حديثي قنونا غر سيسايد يجي قويتو قوية لمي راني قوية سدي أفور بكا قراني جهيسو صوم دان دين شو طيب حديثة قالوا لي انتان لي من دليل فتكمل جواب ده واند حديث ضعيفة الإمام أحمد وأبو زرعة ابن معين قالوا لي انقل قدون سواند حديثة سواند حديث منكرك شاذات ماني ناني حديثة تان تصحيحة تصحيحين كي خيجرتو دور رفايت سون خلافة قالوا لي انتان لي بليني يعني حديثين كان كيسير رجواب دوني واند مثلا نمبيت سومي للافس يعني يوخاني نما غرتي عادة صوم دورين قبل كدورين صوم كدوبا ويا كلني جاي صوتي بالله يعني مذهبتي لمان توكي ورتو كندي دامتي ورتو كلين وقولات وريدي دو حديثون دليل فت وريو قولو أكلام غرغربات وريتو كوانتو حديثي دانتصف شعبان فلا تصوم حديث منكره
أحاديثي تدرف دندو على فرض تسليم صحته لأنه أقبل لجني أقول له أجني جرو له إنه أقول عنه حديثي نم بيت سومي لله في صفا نما قرته يعني ورقة روانة تنما بعد كلني جهزه باللوفة كعادة سوما قبل فا وأنا كسي تحمرت لكني أكيد راجح إن شاء الله تعالى أجا بعد منتصف شعبان سوم ذندين حديث ضعيف يكان كريم رجواب لتضافر الحديث وكثرتها وشهرتها حديث تان دي بي تاج نبيين سوم عليه الصلاة والسلام كنبيين سوم أيد أجر سيفتوتي الردوك حديثه طيب إلا يكون رجل سنني لا مفهوم له يدخلون يوسين وولد عتلة كيسون قسين طيب ماني نمي كم خلاوة نمي كم أيد ماني أنت الوتين اللي يعني خطاب شرعي ديران دبته أك غالبة وأنا نقول له وانتو جنس الرجال أفضل من جنس النساء أك عامة جنس ديراتي جنس وولي جنس ديراتي الفضل خبت سنيف نبيوتاف صالحين تيف صديقين تيف وردوا بي ربي قدان شكوته دير وولي وريماني أفر يقال ور إذا نقب يعني عائشة فا مريم فا سيا فا خديجة فا فاطمة إلى آخره دوبا كسيف شرعين وجدبته خطابين استعماله كديرة وولو اللين كيجرت وجا وني أغر سيسانجر أغا وني سن ديرة خاصة خطابي سن ديرة خاصة مالي وجا إطلاقني ديرة وولي اللي إمبانا إنكستو خطابين ني كديرة ني تاي طيب كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم لا رغدبا صومك لم خدني كواجبك صوم دن دين ليمن كصوم دن دين ليم صوم واجبة ككفارة كنذري كرمضان كقلدي صوم دن دين كديدني صوم واجبة كغن سني كوجة سني رمضان سوقت رمضان تفرني صوم سندي النبي عليه الصلاة والسلام صوم سنة ليلة قديم صوم سنة جديدة ني الصو النفل المطلق كيعني نبي فر ما بالله صوم إنسان عادا قبل لكن يندري عادا قبل كأني سنين أفهمي صوم مثلا كأني جكم قوي سدي صوم مثلا صوم دندا يوكان إني صوم داود صوم قوي توك صومي قوي توك كفر صوم دندا يشوف طيب فليصوم ذلك اليوم فليصوم النبي عليه السلام أصوم فليصومين أمركي الليني كما هو متقرر عند الأصوليين وأن نفع إذيو الوجوب في الأصل إلا إذا وجدت قرينة أمركي يكون أمر متي وجوب فائدية أيوه وأن نفع إذيو إباحة الجواز بنانكي نبي صوم دوري صوم كعادة صوم خف صوم دندا بنانكي تيفجو لازم أصوم وتيمت أمركين كندوبة أصلي ساتيمتي ليس للوجوب إنما هو للإباحة قالوا لي وارد بتصوليين تيني أمركيني يغري وان إني أغرسيسو الجواز أو الإباحة يومي بعد الحظريت أو المنع شرعا وعرفا امتلان سنقفرة ونكيجرة ربي في سورة المائدة كسوانلو أمثلة مشهورة وإذا حللتم فاصطادوا وجا إسان حلال تاتني كيسان إحرام كيساباتني ووغار فردائد ووغار فردان أمركي لازم أيويو يعني سنيو قول رجو بان إننا قد محرمة ووغار تلا سيديدا يوات حلال تات ووغار سن سيبنان كيشو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وجه صلاة دين جمعة وبعده لفكية إرزاق دي بربادة فانتشروا نمركي لازمة يو للإباحة في سورة البقرة فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وليو سين دي قرر لخته دخير ربي سبحانه وتعالى لازمة يو يعني وجه خردي دي نقي سين دي قبل إن دخنا جاسين ليجي رديخته
اسين داير تاد سني بنان كيچو مالي لازم امتي اكم سن صلاه دي جمعه اجنمي بيعي في ارزاق ديفان كان مشغول لديدن اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وجه صلاه دي سبانو فانتشروا نكس برباده دي ارزاق دي وهكذا دوبا امركيني تبين قداني اننا ممرو وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجاني بعد وان دووني دفو يدل على الاباحه ضابط اصولي قالوا لنا كشت طيب الامر يدل على الاباحه بعد الحظر شرعا او عرفا كشت شرعا لا من عرفا نو مثال لي مثلا لما الباب سكردان الباب سكردان قسين دندا يا سينيت قسينتين لازم اغني قسينو يو في ديفيو دندا بس والله بخب دمله كاني دوبه غيرنا بدوبنا بيجي قسينت كان لا قسين نانيت لا قسين سينيت ما قد سينيت تي سي اولكين تاني لازم قسيني يعني رخصه خب يو في قسيني يو في تي على باكس طيب فليصم ذلك اليوم انا كسدوبا امركن سنيني وني فايده يو إباحة فائدة واجبة في استحباب كل فائدة طيب نبي عليه الصلاة والسلام ماني في رمضان درتي قويته كيوكان قويلة من سومنا إلا أنك يجرت ما تقريبا إلا أك شني امتقالوا لي والد وتقرأ أقا والندي ذني أك سنة في سومي سناتي في كواجبك رمضان أني والتين درمنت تعليل سنمت تناف نبي عندي تعالي صلى الله عليه وسلم وقتها يدجر لكن تعالي لسن علي لي قالوا لي قري تديد الحافظ ابن حجر فهي ابن عثيمين فما نال النبي عليه الصلاة والسلام ورغري يو كبالي في ميتيا كسين صوم تنام دوري عادة صوم خبا كني صوم يو كسي تعالي لسن اني انجرت تعالي لي من سين امتوانتو نبي عليه الصلاة والسلام واني ندي دي نم صومي ضعيف ست كيو اني اغرتي غويتو يوكان غويالم رمضان دورا صومي كصومي كسين غسيني اني دو ضعيف كاين صوم واجب كان ر ضعيفه كسلت بو يوكان ددبين توتي اني كلاچ صوم ندندي قالو لي سول لي صحامتي ما نناني وان غويالم يرجرا لو كلا تنيف طيب نم غويالم صوموف نم غويا سدي صوم كافر صوم كم تر ضعيف سون تر ضعيف نبي لو غولاده فكسيفو تعليل سول لي ضعيفه الا اني بين سين دوار تقالو لي نبي قنيني ذيفتي عليه الصلاة والسلام يعني أجنمي وأن تنطع لأن إني تم كيس بوم تنطع شوني أجنمي دينا كيس دبر رمضان وقت صومني في أكنت صومني شرع الليل أقول يدك دم سبع اليوم كان قياس الدم صوما كما إن دلالة دوبا ويزجي رجب دك دم سبع لي يوكان جي شعبان اللي انت قدامي سقالي توبي رمضاني فقو يوغا سيني ويا كلمان درد دلالة في احتياطة صومة إلا دوب إنه كاسين تنطع كيبو تنطع سلة شرعين إسلاما لأنه دي النبي والد عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون مرة سدي والربية دينا كيد دور تفتج بيس كدلال شرعين فين تفقسمو ورسول الله على أكسام النبي عليه السلام سنيف دي ديت النبي عليه الصلاة والسلام كميشو وانتو يعني وني نبي جندي ديف عليه الصلاة والسلام شرع إسلامنا نبي جواني عليه السلام يو أقرت الله سوما يو أقرت الله فرا يو ردبدني كيسن جيرجو ردبدني ويا صدوما كامل تجا شعبان نبي كنام كامل ددالا دوبا رمضانين ندبرني ويا توك يهان ويا رم درس سومرو أكينما حكم شرعي سن كشرعيني جسوما أغرتات تدي يعني تعقيبي يعني حكم سن دو قوي كجرا عند دالا ويتوك يفان ويلم درسوم إرو تكا هذا لا يجوز يعني تعليل إيجي كان قالوا لين دوك دي اعتماد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وهذا هو المعتمد تعليل ميشو كنرقي جرا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والده يو تعليل كانت كل يوني من ايجي نبي عليه الصلاه والسلام الصومين ايده اغستينو غيت ما نناني اتي يو اتقرب جتاتي وني ربي قدان سيامري اغاتين ربي قدان بركي ساتو جتي
نبي عليه الصلاة والسلام مركزة أتفرت كات امتثال كات كل ديمت يو على باي سينا يا على باتو يو توش سينا توش توشت يا على باي دنيام ونو يا على بانو في امتثالا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سلين جيت حكمة نبي بربادة وان دليل فذو حديث عائشة في الصحيحين لقد دب لقى فرن اللي عائشة انت تكو قافت وانا تاني ولي يسيني يعني حيد كي قبت كايسين صوم قال لكفت كايسين صلاة دي قال لكفت ما نفس صلاة دي قال لي إنني صوم قال لي أن النار عائشة ما نجوابت رضي الله عنها نوين حيد كي نبو قاف زمن النبي عليه السلام إنا فرر لي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة صوم اللي قال لي أنه نن صلاة دي اللي قال لي أنه نن إن جيت تقستي يعني رسولك ربي تكسر رسولك ترنو إلا كي جرتمان إلا يوات برشون ديت أهلا وسهلا يوات برشون دن دين سنيون جيت روينسي سنونغا أجا تمرك نبي جيت وجيت عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وان لا يتقدمن دون دبر أحدكم تكوشيكيسا رمضان جيجا رمضان بصوم يوم صوم قيادة قوتي إني دور دبرين دورات صومين أو يومين يوغان قيادة دورات صومين إلا أن يكون نجرات مالي رجل نميجي انتلت اللينا كسوم كانت يصوم صوم صومه صومسا نمدري آده صوم قبكا صوم يو نجرات مالي يو نميس نجرات مانتا فليصوم صوموتي ذلك اليوم قياسنا صوموتي قربت قاكم قرآن كأخر يسون قوم قال فبو سلاني موسى انت شوشي وتنجر حج أدر طيب قرآن كأير وآخر خير الله كسي طيب قال الجواني رحمه الله أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين باب كيف ريسو؟ باب الشهر يكون 29 حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما باب كين كنني الشهر جي يكون انت 29 دقدمي سقال انت حديث أم سلمة رضي الله عنها أم سلماني هن بنت أبي أمية المخزومية من بني مخزوم رضي الله عنها حاسكي للنبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين انتك رضي الله عنها وأرضاها يعني أصحابتي حديثك وري ترجماسي إرام لقبنه يونيني وقتي ترجمة سيم لين وقتي ندراتها تنافي نم كنيا سايماني أكبر ريناكم سلام ومقاش الله من نبي الدبر أن النبي نبيين عليه الصلاة والسلام حلف إن ككت ما إن ككت لا يدخل وقي النسين على بعض أهله ورسك قري وليسك قري شهرا جدو كقي النسين فلما مضى وجاسين دبرت 29 يوما كان ويان ديك دمي سقل يوجا ندبره غدا عليه النبي عليه الصلاة والسلام دي رماني ولي ساتان رخي أو راح يكون قلقلان رخي فقيل له النوان النانيني يا نبي الله نبي ربي عليه الصلاة والسلام حلفت أنككت ألا تدخل أكت إنسان عليه النو وليته شهرا جيتك أكت إنسان ككتي أما أنت اللي ويديك دمي سأقليش الله دبري أكم قال وان النبي عليه الصلاة والسلام إن الشهر جي يكون أنت 29 يوما جي الكندك دمي سغاليلة أنت هاي النبي عليه السلام صدق الله بدي دمي سغاليلة أنت قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف قرف لا إمام كين النيرة شيقين النيرة الشهر يكون 29 دمي سغالي أنت النيرة أكيد غالبا كثيرا خاصة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكن ورفو جراته حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف إن ككت فلا سين إليه إن ككت
نبي كهت عليه الصلاة والسلام أجني ولي ستجري إني نخن إني تنسين إني واني يعني ما ملك أدير سافي ودي دجرة إني نبي عليه الصلاة والسلام ما ملا ورثه. طيب حلفانتون إني ترم بانني وأنا نجر شرع إسلامنا كيسا الإلاء وأنا نجر كهو نمشيني ورسال ركاكتو أرمتا مو نبيين عليه الصلاة والسلام سنيمت كهو أما اصطلاحا يوكان إلاء اصطلاحا سنيمت إلاء اصطلاحا سماني إلاء اصطلاحا سنيني أغنى مشيني كاكاتو أغنى ودي سايني نخن كأني تنسين إني جاء انجمعني وانرجرا جيفر وأنا لو مثلا قلت ساتيني والله لا أجامعك ربينك كده أغنيني جماع سوى الانتوشن مدة جسد جيفري في وانر جراتي يوسين جيفري في وانر جراتي وجسون إيلاي رنين قرآن كله يجرت للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم حكم يسير ربي سبحانه وتعالى أي دين سنكسته إرى دبته إلا يكون دوبة أقنى بشيء أني ودي سائر ركاكته أقنى نخل كأنه جمعا متجي فريتي في وان رجرة تمام. طيب يوسين جيا فريتقو جمهور علمي إلى شرعي كاستلاحات متت قالوا لي قريقة بما أقني أقني كاكتيو جيا فرقيمو إرقدتمو إرتقاتمو أقني إلى الإمام العثيمين رحمه الله مذهب تسون قبا حكمين كاسم عنده بقنا مجي وتي ركاكات جيا فري فان الرجرة حكمين سي قالوا لي مذهب تفراني وان اتحارمت أقنا مجي إني وتي سار ركاكات أقني جيا فري فان الرجرة نين جماعة ما ننادي بكيجر وبدين تدير سفيت يا دوبجي افوري فوال رجلات الطخني فرو رباسي قلتيو قسمتي ورباسي ونيسين سيقول قدامت سيقول قدفتي في كات قفوتي في سغلين لي ندبني ها فلا رفتو لي ندبني متي دير سفيت سيقول قدام يو كان قفورتي والقدغيت يا دير سنتاني بقوم تري ثاني ديب يعني دي بزايده كيجراف ولأنه يمين على ترك واجبات ونني حراماتي في ودي تاغت اخته كانت ورب من قدان سي خورين بربادته كانت تراحفت كيسيل سر راحفته سر واجب يو اتم دو واجب سن تويتي كانت ككته نم واجب ككته على بي سليني دمبي اكسيفو حرامت يو كسي اعلان جفري زياده ودي ركهتني يا الاسلام كيزتك ما دايبتي نفران قبدو حرامته. طيب خروا ولي ماني في ركاكة ودي وانقفوتي فيه خبدا ما ركاكة ولي ميتة زينب نبدي ولي انت سنسان نبدي سن ولي اندي باي اكس ربينا بوريو يو اكسي نبيدو بجغري نبدي ركنا حد دبري نقخب سيوس اقل نيات تايسيو جيب كان يدوب معاملة سيتيف ولينا ساوى سيتيف جماع سيتيف وان كم كي سيد تعلق جوف جب دوبا جبما لكسا لقبين متي وتين فين يوسي سي لخجر تيف سي لاينون فين كمعاملة سيم داك دي سين وتي دان سادات دوبا مو كناني ركاكتي اغا غرتي سيني كمي داكت كي سيني دي بيسد تنافي الركاكت ولن تريد أن تكون أمانتنا ولن أمانتنا يتقويتك إن دبتنيني كستني من رباسي نختمتي ولن أما البعثني أكي ولن جيرني وكربي إن شاء الله أمبيه كاكولك سيجي أفركاتي ركاكت لك سي يتقويتك من دبتنيني بوش يوكرنا ندبت يوكرنا ورخينا ديبيا ور عجائب ويسان ولن كسي قبضان ربي قدان خير شيء. طيب يوسين دوبا
يعني حكمة كيجر تكاسي يعني كيسين قد ديب كيسين اللي بستين مش سير لقيت معاملة من أخسي تي وأنا فشوفت هاتي في وان مع سيان تين سني في ركاك هذا علمي الإسلام دوما كم روف قديم نيو سين جافور الرجرت وجسون إيلا إذا نيو سين جافور الردقو يعني إيلا متي ككم عادي أشو مدة سون كيستي قد ديبية وقتي سمان نخشونين دندا شرع عنده جافوري فوان الرجلين بعد جافوري نمكاني اياما لكن ولو فجرات جافوري ده برسون دندا يعني بعد جافوري كجافو ربي كقبل كتيفر وقتي لخد يوهلكس قاف زمن جاهلية موقع عبد الله بن عباس النيرو رضي الله عنه والجاهلية كدوري قن الانفاء قن السديفاء قن الشنفاء أكسو وتي ركاكة دير سنبي اللي فورون دندت دير سلين قبض إننا شرعين إسلانا قد ديبس جي فورتي قد ديبس يخواني إردقو على قوم طيب يقول نكا كتي وتي سان لخي النيل وتو جي أفران نباني وني تي قد ديبيو دبين جور تي قد ديبيو دندا مثلا جي أفور كتي ويا سدي ويا لم تيتين وتي تامي داقت وتي تعالي استعمالتي يعني ولي نخطني دو مو كفارس الرفلان حديث مشهور حديث مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر وليكفر عن يمينه نمي ككت ويككت ككتان دو وان الخير كي خباقرت والله أكس انتويت إننا نتقر تاقتك حصتا تقسين الخير كي قبت وان كان تاتي أموما كفارة يمين تان بافت يعني نم كنا مساكين تكونا قودي تي وكان ويا بتي في يوكان ياتين دندن ويا سدي سوم تشو طيب جي فرانس رجعني وبي كم تاع ما انتبه قالوا الاسلام والخلافتي الامام ابو حنيفه والدو يجي افروبي نيغدين ديبيني ووتين سولا رلك فهمت طلاق باين البينونه صغرى يعني عقد جديد فولو زنده اجني اما اللي ابا اخي كادته كنني في وكان ديدني في بعد ديدني في اتنكاح اكسد الامام ابو حنيفه رحمه الله يعني ودي نجي في ربي كاين نجي في كيس تكين ديبين بعد نكاحك كجي في ربي ودي سلا رحارانت اجني من جديد لتو اكسد جمهورتي لاكيوانتو ودي راني كمتو يجي في ربي قدين دفن خيار كنانيف ولم تقتي وبتي قديبي لخد يقال لك إسد دورت يعني إسد شقوت يوني لكيسو فيرو كيني لكيس إلا كيف أمت لكن فما سلين دوب بينونا متي والنسين يعني طلاق رجعي يولم دوراني لكيس مالي طلاق باين انتاتو طيب يوني لك سيرو إلا كفهمت يوني لك سيني قد ديفته وقد ديفتيف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر رب سبحانه وتعالى ورى ولي ساني ركاكته جافوريغا فإن فاءوا مدسوا كسيو سين قد ديفتي سيني ولي ساني لخاتي فإن الله غفور رحيم ربي غفور رحيم يو سين قد ديفينو يو سين قد ديفينو إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يو سيني قوان ستك سيني ولي سن لك فتو ربي مداني إن دعى اللي يبيك اللي يعني إلا كيف تجو أكسي في مدان وبات وتين را لك فهمت وكسحة يا مني خيار كنانيف إلا كيف تمو إن دخل إن دخل يوم نيره وتي سجل دي بديف إلا كيس يوم نيره تقول لك فهمتي طلاق رجعي اللي بايني بسم الله طيب وانت أم سلمة رضي الله عنها نبيين عليه الصلاة والسلام وليس تقري كهات تقني تنسين نبي عليه الصلاة والسلام وليس ماني في ركاكات ونن ركاكات في ولي دلنسيس نبي عليه الصلاة والسلام زايد دلنسيفتي لبدي بيها مرلو قد دي بينا نبي عليه الصلاة والسلام موفته من أدنكي نبي عليه الصلاة والسلام الركاكات الرفقات طيب ما أنت ذا لنسيسة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لي والقافت وسديمني
وسديل لي جراچو دنديت وني خرا كقالو لي نمتو وان انتو سببتيني وليزا تغري سنتي وان سرتي كاني تيم كاني نمين ديني امت امت وليت سن تغري نبي عليه السلام وهي تسريفته وانا كنا كنا جرا نمت نمين الناني لختيمت ان النبي عليه السلام دلني ما الرفقات وني نبي سريفه ماني كاني ولي غري سريفته نمين ايدين خلاف كيجر في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى آخر الآيات قالوا لين قريوان الدوبة وني نبيين سريفة سوني عليه الصلاة والسلام نبيين عليه الصلاة والسلام زايدة وامي هواتي في ملبي هالات آداء سأل لي وجاسين السرقيتو وقولي سجفر بي سلام سقلانو بعد النير قبوا شوف سلامي ذو قبر تايب رديم تدوب الكنيسي الكنسوني برتف نبي عليه الصلاة والسلام إن أنا ولي تاني توك زي برتف النبي عليه السلام زي نمو حفصة خلافة كيجر ولي النبي لين عليه الصلاة والسلام جروب لام جروب توك عائشة تتمتع عائشة فا حفصة فا صفية فا سودة فا جروب قروب لما يسول لأم سلمة تتمتى أم سلمة فا زينب فا جويرية فا أم حبيبة فا رضي الله عنهن أجمعين قروب قروب دوب قروب لام قروب يقول لين صاحب قروب يقول لين صاحب دوب نبيين عليه الصلاة والسلام قد تريناني من تكوجة سهنو أجي قطر هنا والقابت يعني وشنقوزي من أقصد باريتانكي من أقصد إنه واقب خبرت النبي عليه السلام ملاب زايد على تامدي من كان جد أخو ملاب كننيف ترى فكنت رأي كم تان وأنه تانو أتوان التاتو عائشة تم مثلا سوداني وأنا التاتو وجاني سجد نوفي أرى ما تكسر قد نويدي سودان دوبه هنيت كما في رواية البخاري أكن عائشة صدادة جلّا نبيين الباب قد جتين نانو ثونة قد الدياتين ونبي توجه نبي سك الديات ورسوف ثامت دقم سبلا دي ما تكسر راو لنهينت صدان عائشة صدان رضي الله عنها بس نبينا قينا عليه الصلاة والسلام ما تكسر راو نبي قل لنا عليه السلام نم نظيفة كيعني وزايد رقاو كيعني وان أكتو كجيرة كل نقبل نبيين عليه الصلاة والسلام ما تكسر راو ما وانا كم أكلت مغافيرتين بك مغافير إلى نياتي مغافيري وأنا كأمبي كدوم مياوة إن ربنا أقوم بخبرين كدوم لكيني ورق يعني أجاو إنيان ما أنت كسر دوري واني بيت فوق ستاني قبانقاني إن أنا بلايتي حفصة مع يعني حفصة مزينة بنت جحش خلافة كيجرى رواية لي بلايتي ما لبنا كنا لين إن أنا تاني في جرست نخله العرف فطتين ملابسني كني سرامين أقسنتي مو عرف فطيرا غنياتي سنتي دو ملابسن كيسا قد نوايتين نبيين عليه الصلاة والسلام دقو شكي أفرى الأخ ديم يوني حاسكي لما يسولو في أكون كان أكلت مخافير ما تسرى لو سيمان غنيات ربنا هو مغذينيان نبيين داعدي عليه الصلاة والسلام أقل قرشا كان ديجياني فيوما قوم وقاب لكري كنيس غنيا ديبي ديبي لايت كنيس ناغن ديو كنيس سنتري موك موكيني نياتتي اكاس تريبي لا اكاس ديبيني ورير عليه الصلاه والسلام ديبي لايت بلبنا غن دي مرو ديبي تي ديبي ملبس نيا دي النبي عليه الصلاه والسلام اگر تام ديب كي كيتي يعني ونسو لي وانا عادي يعني وريام ما نبي يكي نبي نمدي دي اخذو تنجير عليه الصلاه والسلام اكرير سافوتي اخذو نجير يعني غيراف مسيراف يعني إنافة إن النبي عليه الصلاة والسلام لبسته وان كادي إبراهيم ملام لكن مرر لبي إنفاد يسي قالوا فين لي ملام بس ملام كان إنفاد لكس سنتوك والنبي عند النبي عليه السلام تلمسه والنبي عند النبي عليه الصلاة والسلام حفصة رضي الله عنها بنت عمر وياسي
الكنية ده كاسي كويان كلين كاسي الكنية كويان والبلياتي كالكان كلام بل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام بوياسي سوني النبي عليه الصلاة والسلام قربتي سا جارية سا ماريا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حفصاني فصح فرتوان التاني ولا بقي رخا نافصح بين الين يسمين حفصة هجروا ماريا نفت إن النبي عليه السلام من سيما يعني جارية ساتي النبي عليه الصلاة والسلام ما مولت حفصة قد يبيت سبلته النبي قال قرتينا نتسين نأيكت ماريا قبعتينا نتسين وفضلا سيفتدو زايد الرامات ديمو مديمت قوياقي سيرتي قبات قربتي هتي ما مولت زايد فضلا سيفت النبي عليه السلام بسام بيت ديجي كي يعني رالياتو تشلليني انت التنا مروا لي بي نرى حرانا لكن ما تني من الين لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك أنا كسيت قالوا لين قري رالي أنشي حفصة في إذا فما ورب يقدس حلال تجر بيتها تيدي وفرح حرام سدا إلى النبي عنا أن تن عليه السلام حفصة شيكي إني من إلى أنت أنا رمج إذا عايشة أختي ورجو ربتك ودو خبدا إيو إيه النبي عليه السلام وكان لي أكان لي أكان تاني أكان تاني وفضل لنسيسة أكان ناري عايشة النبي نفينا الله تمت وإذا سرنا النبي لا بعد أزواجي حديثا نيني أكزت خالو لي دوم النبي عليه الصلاة والسلام إندل سببتي حفصة رضي الله عنها سيرتي سنيم تيف يو كان سببتي النبي عليه السلام عسلي سن يو كان ملابس دوجي ناني إسيني مريتي تيف وني سديسو قالوا لي أنت كزاي مشهورة حاسس كي النبي عليه الصلاة والسلام تشهد وأنا تي قلت قد رفتيت الشتاء قروبي لكو نبي وانو عليه الصلاة والسلام مصروفة اتنودر مصروفة اتنوكنت ونهنغي اي مصروفة اتنودر تمالي نبي عليه الصلاة والسلام اكسم بيك ربي قدان خيار كنف عبد الرسول انتو في اثمو ملك الرسول بقرك نبي تو في اثمو قربك نبي الدنيا في اخرى قرقر شكوات لاني نبي عليه السلام اخرى شكوات دوم نبي عليه السلام ميشان يسمى ميشة زايدة يعني جذبته عائشة وانت جيلم فاجسة دفاع يبدين قول النت النبي عليه السلام عيشه كان كفافا صلى الله عليه وسلم الدنيا في يعني للالكي سيتي في ميشا سيتي في وانس وقدو يتفو مشغول ولد الله تشت النبي عليه السلام دوم دلني ولد هنجيته كامل رفقات إن ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد بالمحسنات منكن أجر عظيما كسان دوب زي ديرته مشهورة يجن عائشة يا ميتك توكو يا مي ربي فأخراف نبيكي سفيتا مو الدنيا فيتا شفتي نبيكي في آخر دورة تدوبة فلان سي أم سلمة رضي الله عنها نبيكي عليه الصلاة والسلام وليس تقرير لك كتبت جي كاملة سنجو سببتين سندوب طيب سببتين سمو دوبا ملواتها مو تنافقاتها مو تنت الجارية سمارية القبطية مو سبب تريبي مو قالوا لي انتو الخلافة الحافظ من حجر رحمه الله وانلو واني ترياتا اليا قسين وان اول تددرمي كان بيجي سين مرادو ددلن سيفتي ولد الدرمتين ناني نبي عليه الصلاة والسلام رفقات جتوك أكستر تليويل أكستر اتقجيل تواقسيني يعني سبركي نبي يتيف أخلاق ذي سدن ساتيف أقني وفر عافي وولي سمرلوك سنتر تليا تاق نبي ونهون قد الدبيتين ندل ملي إنيو جم قرني ندلنين الحافظ من حجر رحمه الله يعقيا كسي سوبتي لوكتان تول درمتتي نبي دلن سيسي نبي يني وولي سه الرفقات شو طيب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف نبيين ككت لا يدخل أجن نسين على بعض أهله ورسك كري شهرا جدو كامل ولست كري وكان ولست شوف فلما مضى جاسين دبر 29 يوما الكن ويان ديك دمي سقلي غدا عليهن نبيين دي رمان دخ من الغدو أو راح من الرواح وكان السران دخ
فقيل له إن وان لني يا نبي الله نبي ربي قد حلفت إنك كت لا تدخل علينا شهر لا تجده كبنسين جلن نبان ويان ديك دم سقل. قال نبي وان عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما جي ويديك دم سقل اللي انتهى نبي عليه الصلاة والسلام. طيب جي ويديك دم سقل انتهى نبي عليه الصلاة والسلام دبين سنيني ديك دم سقل جلا تأجوا يويو. قالوا لي رجوا بيانتو جي كم بان جي سون كأنك كاتسون جي أن إنسان ركاك نكونيني ديك دم سقل توبا يو كان أكي غالبا أكير جدا أجي ديك دم سقل توباو زمن نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وان كمان في سنن أبي داود نبي عليه الصلاة والسلام أغنوين والإنسوم ديك دم سقل ترقوغي لأغنويني صدوم والإنسوم يو كسي الغالب أن الشهر يكون 29 يوما يو كان ونبانا لي جي وجدقة كيني ناقصة ديك دم سقل توبا يو ني تاما كيني كاملا ليو صدوم كسبانا نتقالوا لين رحمة الله عليهم. طيب نبينا عليه الصلاة والسلام دوبا جي ديك دم سقل مين جي توكو ركاكاتينا ديك دم سقل تايمو جي دوغيس قالوا لي وانتو جي نبيين وليس ركاكات سوني تاري توكو جي توكو نبيين ركاكاتينا ديك دم سقل توباي يونا مي مثلا نيكا كاتي يوكان نندر اجي ني مثلا جي توك صوم ديك دم سقل يوني صوم الرقو الدمور رانقود يوكان مثلا نقودتين ديرسي ردوي جيافوري فويكولا ندت يوسين ديك دم سقل ديك دم سقل ديك دم سقل ديك دم سقل ندت جيا فرانسون الرقو الدمور رانقود قالوا انتو الخلافتي وان قرقر فوتو وجا جي بلاو قيتا يفي وجا نيدو بلاوات مثلا جي توك جي توكو جي توك سومت ديك دم سقل وجا نيقا افرون دندت سين جي سابت لكن يوتي دو بلوفتي اغتني صدومو بافتوتي افرون دندتت ورغر اللي وانتو افرون دنداني ديك دم سقل وجا سينجيت وانتو اخذا باقل ما ينطلق عليه الاسم ضابط توكو جروانتو وان كيوتا ايضا يوكاني مني كواني قال لين ولم يكن وسيتو دوانر دقو كما خان سنين اني اتطلاق دنداني فرچو دندانيت خلاف كجر لكن الراجح يو ني بلو بيجيتا الا سو ديدم سغلو بافچو دندت يو ني يدوغيتا الا سو دوموما اسابه. تخرجه البخاري في كتاب النكاح باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. النبي عليه السلام هو لسان رهاجر من ساني اللي كيسبين نبيين فلات وقت قبات مشروع غير أن تأكل تاني من أخواتي إني كيسهاجر إيشوني ولا رهاجرون دنا وهجروهن في المضاجع وجا مسلحيني يسينا كاس كيجرت. طيب من شلا كيسات الرهاجر مو سير شلا رت الرهاجر مو من اللي كيسبون دنا خلاف كيجر. لكن الإمام البخاري في غير بيوتهن إنسان حديث كدري الفتو من دي سال اللي كيس الرهاجرون دنا والنسي تلاخذ مصلحة وتين تنيني جمي داقدي وجاتين سيري رت الرهاجر تجمي داقدي مو وجاتين روم دي بيكو دان تير جمي داقدي مو وجات كبسة برديم تي وولي تي ثاني بيدخت بيرستي قرير دان ده. طيب نبي سلامة ويا سدير الرهاجر دان ده ريدي نبي عليه السلام إيه ثم ما دوب تجي ولا هاجرا ولا تخلو لني وجا سين مصلحة ديني سين تاتي كيسين مصلحة نفسي انتين الرهاجرون دان دان ويتي انا مصلحة سيدي مصلحة ديني دي في الرهاجر نبي وليس عليه الصلاة والسلام كسي فيو سين ديني تاتي هاجرون دان دان قصة مشهورة كعب بن مالك في يالوان سلمان نبي عليه الصلاة والسلام مداغم وفي اللي رهاجر اصحابتي اللي رهاجر ويا شنتما تمتي ويا شنتما كسي فيو ويانسا دي وجاسيني حظ نفسي الدنيا فوان كان سين تاتي وسين لمصلحة الدنيوي يعني دينية سين تاتي مثلا النبي جينا مفاسقة نيو دين بيتا يالبا يالان بو قرني تو كل يغني دين بيالا بو تي وجا مسلحين كي جرت يالا بو من ديت يو كان مبتدعة كرب سودان كوان دينا نقبل لي كان نبي جين انتين قد ينلوف وهكذا لكن يو سين وان الدنيا تاتي كي حظ نفسي نيني كي جري قوية سدير نما والابدا بيسير والابدا الدنيا والابدا بعد قوية سدي أقعد قد ديبيتي يسوى العافية كيو كان ويوفيتني وللعافينا أتلست يساني والسلامة أفهمتني متي هارون ودي الجنة إن شاء الله تعالى صوتي واختيتي فيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.